يقول السائل: هل الدعاء مشروع عند ختم القرآن؟ وهل يكون في الصلاة أم خارجها؟ مشروع في الصلاة وخارج الصلاة. في الصلاة هو عمل السلف، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه أدرك عليه الناس في زمانه وأنه صلى خلف الإمام الذي يدعو للختم وأمن على دعائه، ذكر هذا عنه الإمام الموفق بن قدامة في المغني، فهو من عمل المسلمين. الدعاء عند الختم مشروع في الصلاة وخارج الصلاة، نعم. والدعاء في الصلاة أقرب للإجابة، الدعاء في الصلاة أقرب إلى الإجابة، نعم.